فاول حاجه هبتدي بيها لاي حد بيتفرج علينا وبيتابعنا وعايز يعمل هديه بسيطه وحاجات من مكونات اساسيه مش محتاجه عجان، كله ممكن بالايد، لكن احنا حطينا العجان اختصارا للوقت. دي عباره عن زبده ومكسرات، اي انواع مكسرات موجوده، وممكن احط معاها كمان بسكوت، بجيب بسكوت شوكولاته وبطحنه، حليب ممكن يكون حليب بودره، سكر بودره، كاكاو، جوز هند، فانيليا. فانيليا دي الحاجات كلها عشان تمسك في بعضها، يعني مش محتاجه زي ما بقول وصفه صعبه، وبيسموها ايزي كيك وساعات بيسموها ليزي كيك، يعني كمان للكسالة او للي عايز يعمل حاجه سهله، لكن الموضوع مش في الموضوع صعوبته قد ايه، لا هو الموضوع في ايه، هو الفكره نفسها. يعني انا لو بحاول اعمل حاجه ما عملتهاش قبل كده متهيألي اي حاجه اي حد هقدمها له هيشكرني وهتبقى ليها معنى كبير بالنسبه له. اذا نحاول، ما عرفناش نطبخ ادينا بندي من الاول خالص مبادئ بسيطه لكل الناس ممكن تعمل اللي احنا بنعمله دوت، اي عمر اي سن، حد دخل المطبخ او ما دخلش، والمكونات ممكن يدخل دلوقتي المطبخ يجربها ويدوقها، ما يجربهاش في حد، يجربها في نفسه الاول، يجربها ويدوقها، لو طلعت مظبوطه تبقى دي خطته لبكره ان شاء الله، وعندنا اكتر من حاجه نعملها. بحط كل الحاجات دي على بعضها وبخلطها. ايه اللي ممكن اعمله مختلف؟ ان ممكن بدل احط الكاكاو والزبده اجيب شوكولاته سايحه واحطها، ولما تمسك في بعضها هتبقى هي ديت الاساس. تاكد هنا ان كل قطع الشوكولاته هنا دابت او قطع الزبده دابت، ودي مش محتاجه، يعني كل اللي انتم شفتوه مش محتاج فرن، يعني دوت نو بيك كيك او كيكه على البارد. مع الوقت كل الزبده بتسيح وكله كده بيتماسك في بعضه، والسبب ان احنا عملتها بالعجانه عشان بس الوقت، غير كده ممكن يكون لابس جوانتي، وديت ممكن في الوقت دوت بتكون جاهزه ان انا اعملها حتى لو بايدي. نحط هنا اهوت القطعه ديت، وبرده كل حاجه بنعملها بنفكر فيها احنا بنعملها لمين، فهتبقى فكره تقديمها ممكن تبقى هنا بدل قوالب عاديه ومش هدخلها الفرن تكون قوالب على هيئه قلب، ممكن دي تشكلها كور صغيره او نحطها هنا اهو، وبمسكها قطعه قطعه واحط هنا وبضغط عليها، يبقى ديت اول حاجه بنعملها، وبحطها في الثلاجه على اساس تتماسك حسب الكميه اللي انا عايزها. نفس اللي انا عملته ده ممكن يكون لو عايز اعملها لونها ابيض ممكن تحط حاجات تانية مثلا زي البسكوت الابيض، جوز الهند اكتر، زبده بس مش هحط كاكاو، او شوكولاته بيضه سايحه، ونحط هنا نعمل قلبين كمان، وديت تكون اول حاجه واسهل حاجه ممكن تفكروا فيها، لكن هيكون زي ما قلت ليها معنى كبير، بس حاولوا وتبقى حجه ان انتوا ابتديتوا تدخلوا المطبخ، وكمان اللي هيشهد لكم اكيد هيقول ان كل حاجه بتعملوها حلوه، على اساس ان في مثل بيقول مش عارف ايه بيبقى غزال، لكن احنا بنقول اي طبخه تعملوها هتبقى حلوه. فهنبقى هنا اهوت بعد ما بدخلها وبسويها بضغط عليها هنا بالمعلقه على اساس تبقى متساويه، احطها تمسك، دي ممكن احطها واقدمها مباشره، ممكن قبلها بنص ساعه، يعني لو نسيته وما عندكوش وقت نص ساعه هتكون حاجه زي كده جاهزه. بجيبها هنا اهوت واحطها يعني بعد ما بطلعها من الثلاجه، بس اضغط عليها كده اتاكد انها فكت هنا شويه، وخصوصا انا حطيتها في قوالب سيليكون، نحطها كده ونضغط عليهم ونطلعهم، وممكن حتى اسويهم تاني لو حابب بطرف المعلقه او بمعلقه تكون فيها شويه ميه دافيه شويه على اساس ان ديت اسويها، حاجه بسيطه جدا، وبتتساوى زي ما سويتها من بره بسويها من جوه، مش محتاجه شيف ولا حد عنده خبره، وديت ممكن اخدها وابتدي بيها نعمل بيها حاجات مختلفه، نخلي ممكن قلبين هنا اهو، وناخد الباقي نشكله ونعمله باشكال مختلفه.